سير فحالك سير فحالك والله غنعطيك معاه سير فحالك سير فحالك سير فحالك الله يحفظك الشو ما تريد تسول والله ما ديرش سير فحالك سير فحالك سير فحالك والله غنعطيك معاه الله يرحم لك الولد الشو الله يحفظك والله ما درت شي حاجه وكتشفاو كنت في المكتب ديالي خدام كنسمع الموسيقى ملي تضرب القرطاس خرجت لقيت لاصال مرونه هذاك الضحيه كنتي كتعرفوه لا يمكن كيجي عندنا مره ولكن انا ما يمكنش ليا نبقى عاقل عليك حيت الكباري ديالي محترم لا كباري محترم مره كتوقع شي حاجه ولكن كتكون خفيفه من إلا سمحتي انا فرض احترام المكان على الكليان وهما كيلقاو اللي بغاو كينشطو ويشربو كاس ولا جوج ومن بعد كيمشيو بحالهم عمر شي حاجه ما وقعت بحال هادي ما خير غير هادشي اللي وقع دابا يجري لي على الكليان ديالي شكون اللي كان حاضر ملي وقع داكشي السربايه ناس سيكوريتي ورجاء اللي كاين انت لو فكرتي شي حاجه اتصل بيا صافي الله يرحم ليكم الوالدين الشاف الله يرحم ليكم الوالدين مسخسخيني ودير حليها المينوط شو كيجيبيني منين طيني من الدار والشوها الله يرحم لك الوالدين حلو لي المينوط وهضر معايا ديك الساعه ولا ما تهضرش الله يحفظك تبسخوت الوالدين اللي قلبت عليها كتجري بحال شي شفار شفار انت شوف فين وصلتي الشاب والله كون ما تبعتونيش انا والله ما نهرب بالله هي داير علاش والله ما داير شي حاجه راه خينا ايه ايه ايه. الله يحفظك صافي تصابوا دابا الكتاف انا خينا انا راه بعد مرات كندبر على راسي طريفات نبيعهم باش يلا نتكيف نبدا نقول لدارنا عطيوني صافي اما القتيله والله ما قاتل الشاب باش نكمل ولكن الشاب القتل راه والله ما قاتل هذا باش جايبيني مسخسخيني هكاك اسمع مول الحشيش ماشي تلحق الدوزيام ايطاج واخا يكون مقلق شي الشاب هذيك الليله فاش مات هذيك خينا والله تاكل في السينما ما عمرك انت بوحدي هي التيكيت تاعو وطرت ياك لا ما عنديش وزيدون هذيك المره مولات البيل راه ديما كندبر عليها مزيان سير سولها راه غادي راهي تقول لكم كلشي اش من فيلم شفتي تفرج ايرون مان 2 راه بغيت تسخسخو راسكم وتسخسخوني معاكم الا سمعتوا عليا شي هضره راه مزيان والله شو ما فيلم ما والو حامض شو بدا هو الناس هادشي اللي كاين دابا انت دخلتي للسينما ما شفتي الفيلم ما خليتي عندك تيكيته والو والله ما قاتل بس ما شنو نقول لك راك غارق فيها حتى الود علاش غادي نغرق ما مغطي ما والو ما مغطي الله يحفظك احترامات سيد العامل الله يحفظك واحد السيد بغى يشوف شكون هو؟ ما عرفتش الهويه ديالو كيقول بان عنده شي معلومات على الجريمه اللي وقعت في الكبار والله انا راه كنتكيف كندبر على طريق اللي بغى يتخدى جوان 100 ولا شي حاجه راه ماشي مقدوس إيه إذا جات على خاطرك ماشي هنا قول أنا كنسمع كان عليا نجي عندك من قبل ولكن خفت من مراتي كيفاش؟ تعرفني كنمشي للكباري هي كتشك فيا ولا مشات تعرفتني غتقول لك يمشي على قبل الدريات إيوا إيوا ملي سمعت القضية فيها موت قلت لها بدا ما نجي ونقول الشهادة ديالي أنا كنسمع ملي كنت في الكباري كنت كنصور صورت بزاف ديال التصاور واحدة منهم فيها المجرم كيتيري بفردي وفين هي الصورة؟ الصورة راه
راه والله ما قاتل الشاف، نقولها لك وحق الله العظيم ما قاتل، انا راه والله ما قاتل الشاف، والله ما قتلت. الا عندكم شي دليل ولا شي حجه جيبوه ليا. وديك الساعه اسمع لي ولا لا سكت، انت غتقول لي جيب لي الحجه؟ واخا حل لي المينو سكت، واخا حل لي المينو. لاحظ الشاف راه والله ما قاتل، خليني نجاوب. الله يحفظك نجاوب اسكت نجاوب. واخا يلا راه ما قاتلش. الله يحفظك وش شاف؟ الله نعم لا لا غير هذاك المهدي هذاك داير الفوضى هنا. الله ما داير شي حاجه. داكور الشاف الله يرحم ليكم الوالدي انا ما قاتلش انا والله يتنك الشاف. واسكت وحل لي هذا واسكت. الله يحفظك يلا حل لي هذا. الله يحفظك الشاف راه والله ما قتلت وحق الله العظيم ما قتلت. وي شاف خذ البيسي وشوف الصور اللي هنا شكون كان يسوق لا بون بيست وعينيك على المهدي. داكور داكور شيف. بغيتي الدليل؟ ها هو الدليل سيدي جبناه لك. يلا شوف هاد التصويره مزيان ورد عليا. بابي تجديتي حياك، بقيتي ما تقول كولي. دابا بنت ليكم انا هذا واش هاد التصويره اش باين فيها؟ كنبان لك انا دابا. اسمعش غادي نقول لك، داك التبهله ديالك وسرق العواد راه ما عندنا ما نديرو به. الا عندك شي حاجه ما تقول اعترف من الاحسن. ودخلنا عليك بالله الشاب وهاد اللي كتشوف. والله الا مشيت للحبس راه ماشي انا اللي قاتل، وراه دخلنا عليك. نقول لك حاجه وحده، باقي لي دليل واحد هذاك تجبدوه من القبر هو اللي يقول لكم هذا راه ما قاتلش. انا راه ما قاتل ما والو، هادشي اللي غادي نقول لكم. ويديكم طويله ديروا ما بغيتوا، الا بنتك انا هو هذا ديروا اللي بغيتوا. هادشي اللي غادي نقول لك الشاب. غدوي يا بنادم واش تصورتك هذيك ولا لا؟ جيبي لي التصويره مضبب كتقول لي انت. واش انا بغيتي نقول لك ايه انا شكون فينا فين انا فين؟ قول لي هذا هو الدليل، جيب لي الدليل. هادي راه دليل هادي حشومه عليك الشاب. كنبان لك انا هو هذا، اجيبوا لي شي محامي ولا تدبروا معايا. هذا واش انا الشاب؟ راه ماشي انا، بعدوا مني الله يرحم لكم الوالدين الشاب. وهذا اللي كتشوف. والله الا مشيت للحبس راه ماشي انا اللي قاتل. وقر هو بعدا ولا مازال؟ شنو هو؟ حميد معاه متشاورت يا خويا معاه. ولا ما تدير شي حاجه بوحدك. سير نعاون عليك سير يلا. ايه الولاد فين وصلتوا في البحث ديالكم مع ذاك المصيبه؟ هذاك الشاف عنده الكذوب بحال شريب الماء، وخاص نجيبوا ليه تسجيل واضح بانه تيري على نور الدين غيقول لك ماشي هو. ومساله باينه بالنسبه لي انا هو اللي قتلو وباين اللعمه. شنو اللي باين اللعمه رشدي؟ التصويره ما باين فيها والو. نحيدوا التصويره زينب، الدليل اللي عطانا خاوي وسبب القتل واضح. ومساله اخرى، علاش هاد السيد هرب هو ما داير والو؟ هذاك الدليل اللي عطانا كيخصنا نتاكدوا منه. باش غادي نتاكدوا منه وما كاينش الشاهد؟ انت يا زينب توصلتي لشي نتيجه؟ حقا الشاف ما بقى ليش الوقت، ملي مشيت لقيت ديك رجاء المغنيه داخله الكاباري ومحميه بداك السيكوريتي ديالها ضربت مع ياسين. الشاف واحد مشى للسينما بوحدو ما مشى مع حتى شي واحد وما عندوش تيكي، كيفاش ما غاديش نشكو فيه؟ زينب غديري شي دوره لهذيك السينما اللي مشى ليها المهدي باش تيقني من الكلام ديالو، وانت ضرب شي دوره للكباري ربما نوصلوا شي نتيجه. عفاك الشاف اعطيني واحد الدقيقه بغيت نوريكم شي حاجه. الطفله كاينه هنا في الوسط، ها هو السيد هنايا، والضربه جات من هنايا. هنا كاينه السارية، هو خرج من هنا وسط الناس باش يتاكد بان الضربه راه غادا تجي في الوسط. يمكن بغى يبقى مخزون على نور الدين. ما كيحتاجش انه يكون مدرق لانه هو اصلا ما كيعرفش يستعمل السلاح، وهذا الشيء راه اكدوا لنا الطبيب. وانا كنقول العكس، بما ان هذا السيد ما كيعرفش يستعمل السلاح غادي يكون مخزون هنا ورا هذه السارية هذه، ومن هنايا غادي تيري
في الضحية هنا. ولكن اللي فاتك هو أن القرطاسة لقيناه هنا. وعلاش ما تقوليش هاد السيد هذا تير على الله؟ الله سبحان الله. رشدي راه تنقول لك الله يخليكم، خليونا هاد الشيء لي شيما ديالكم، شوفوا لي كدي بروف صحاح. الله يعاونكم. ياسين اهلا، كيدايره الحركه؟ انت كتشوف النهار وقعت هذيك المصيبه والكباري ولا عندي خاون. 20 عام 20 عام عمر هذه المصيبه ما وقعت ليا. ولكن ما تخافش، انا سيمانه كلشي غادي يرجع كيف ما كان ان شاء الله. ياسين عندي شي حويجات بغيت نعرفهم وبغيت نسول. تسول واخا ما كاين حتى مشكل، تفضل. لا بغيت نسول رجاء. رجاء عرف لنا اللوج ديالها. بونسوار رجاء. بونسوار سي رشدي، ياك لاباس؟ كيف بقيتي من الصدمة؟ شوية، مرة كنتفكر مرة كنسى. عندك زوين هذاك الكولي ها؟ شكرا، جاني من دبي، مدينة كنحمق عليها. تيكوني؟ لا ما عمري مشيت، ولكن يمكن لي نمشي إلا كنتي معايا باش تساريني مزيان. مع الأسف ما عنديش الوقت بزاف، خصني نمشي سوغ سين. تحتاجني لشي حاجة؟ يمكن عرفت شكون اللي قتل نور الدين، ولكن خصني الناس كلهم ديال البارح باش يتعرفوا عليه في هاد التصويرة هذه. رجاء؟ لا غير تفكرت الراجل اللي مات. هذا عندنا المتهم رقم واحد، كتعرفيه؟ بغيتك تجاوبيني حتى تكوني متأكدة. وجهه ما غريبش عليا، كان جالس قدامي داك النهار وكان في شي شكل، ما كيصفق ما كيشطح ما كيغني بحال عباد الله، غير كيحنزز وداير بحال شي حجرة. هو بلا شك هو. دونك دابا الا بغيناك تشهدي ما عندكش مشكل انتيا. ما عندي مشكل حتى حاجه الا بغيتي. بيان سور الخدمة هي الأولى. ميرسي بوكو. كيف تعرف فيها الوالدة؟ علاش كتسولني هذا السؤال؟ بغيت نعرف وصافي.